السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برحب بيكم في فيديو جديد، واللي هنعمل فيه ان شاء الله النهارده ريفيو وتقييم للمايكروفون اللاسلكي سارامونيك بلينك 500 بي 2. طبعا زي ما واضح على الكرتون ان المايكروفون جاي عبارة عن اتنين ترانسميتر، يعني جهازين استقبال وجهاز ريسيفر. الجهازين الاستقبال دول بيكونوا حاجة كويسة جدا وميزة للناس اللي هتخرج تصور فيديوهات في الشارع وهتتكلم مع الناس، او بيكون معاهم ضيوف بيتكلموا معاهم. وهنا جهاز الريسيفر ده بيتوصل على الكاميرات اللي هي الدي اس ال ار اللي هي كاميرات الفيديو، او على الهواتف الذكية اللي هي شغالة بنظام الاندرويد. يعني معنى كده ان المايكروفون اللي معانا النهارده بيدعم الهواتف اللي هي شغاله بنظام الاندرويد، وبيدعم الكاميرات كاميرات الفيديو، ودي ميزه تانيه كويسه جدا في المايكروفون. قررت ان انا اشتري المايكروفون ده بعد ما لقيت ان كتير جدا من الناس اللي اشتروه عاملين عليه ريفيوهات على امازون وبيتكلموا عنه كويس جدا، وبيقولوا ان الجوده بتاع المايكروفون جودته ممتازه وجوده الصوت بتكون عاليه. طبعا انا طلبت المايكروفون من على موقع امازون ووصلني في اقل من 24 ساعة، يعني تقريبا طلبته الساعة 9 مساء، وصلني تاني يوم الساعة 2 الظهر تقريبا. فطبعا خدمة ممتازة، وبنقول شكرا امازون، خدمة فعلا تستحق ان احنا نشكرهم عليها. تعالوا مع بعض نعمل انبوكس للمايكروفون، نفتح البوكس بتاعه ونشوف ايه اللي موجود ونشوف طريقة التشغيل بتاعه. اول حاجه طبعا هو كان البوكس جاي فيه عبوه او حاجه علشان تحفظه، لكن انا طبعا فتحته وفتحت كل المحتويات بتاعه الميكروفون علشان يكون الموضوع سريع وما ناخدش طبعا وقت. طبعا الميكروفون جاي في البوكس اللي احنا شايفينه ده، هنفتح البوكس طبعا بتاعنا. المفروض ان هو كان جاي فيه حافظه علشان تحميه، لكن انا فتحته علشان الموضوع يكون سريع وشفت كل المحتويات اللي موجوده فيه علشان يكون الموضوع سريع. طبعا هنلاقي هنا موجود الحاجه اللي موجوده على الكرتون اهو، موجود معانا اتنين ترانسميتر وجهاز ريسيفر اهو. طبعا الجوده بتاعه الخامه هو طبعا صناعه صينيه، لكن الجوده بتاعته كويسه جدا. طبعا بيكون فيه هنا مشبك علشان لو انا هثبت ده على حاجه مع الكاميرا، او بالنسبه للهاتف لو هوصله بالهاتف وهثبته على حاجه فده مشبك. وبالنسبه هنا للجهاز اللي هو جهاز الارسال، طبعا بيكون موجود معاه مشبك هو كمان، علشان لو هعلقه هنا في القميص او في التيشيرت او هعلقه في جيبي مثلا بيكون سهل جدا في عمليه التعليق. مع بعض هنشوف دلوقتي الزراير اللي موجوده فيه والمخارج اللي موجوده دي كل حاجه بتاعت ايه. بعد كده بيكون موجود معانا هنا البوكس ده وفي الوصلات بتاعه الجهاز كلها، طبعا كميه وصلات يعني واكسسوارز كتير جدا موجوده معاه. اول حاجه اهوت معانا 3 كابلات اللي هو تايب سي علشان نشحن التلات اجهزه اللي هو الاثنين ترانسميتر والريسيفر. بعد كده موجود معانا اللي هو الوصله دي بتاع الكاميرا، هو مش حاطط عليها اي تعريف فدي معروف ان هي بتاع الكاميرا، لكن الوصله بتاعه التليفون كاتب ان دي بتاع السمارت فون اهو، وبيقول لي مديني سهم هنا بيقول ان ده الناحيه اللي هتتحط في المخرج بتاع التليفون، والناحيه دي اللي هتتحط في الجهاز نفسه. ببدا ان انا ادخلها كده وبوصل دي بالهاتف وبشغل طبعا وبعمل اقتران. هنا اتنين مايك لافيلير عشان لو انا حابب ان انا اعلق الجهاز الترانسميتر اوصل فيه المايك وابدا اخد الصوت من خلال المايك ده، اكون موصل ده في جيبي مثلا وده اللي هيكون ظاهر على التيشيرت او على القميص كده، فطبعا دي حاجه كويسه جدا. وهنا الاسفنجه دي طبعا هتكون عازله للصوت في حاله ان في اصوات محيطه او في رياح او كده. طبعا علشان سيرامونيك بتدلع عملائها فحاطين هنا يعني كيسه صغيره كده علشان ايه، طبعا احافظ على الحاجات دي لو انا حبيت ان انا اتحرك بالحاجه ديت بعيد عن البوكس والكرتون وعمليه
البوكسنج بتاعتهم هتاخد وقت، فطبعا ده هيبقى الموضوع اسهل. بعد كده هلاقي هنا موجود عندي الدليل اللي هو المانوال بتاع الجهاز، وما نسيوش انهم يحطوا المشبك ده او الدبوس ده علشان اعمل بيه عمليه الاقتران اللي هي بتكون في الاول، بيكون عمليه الاقتران بتتم باستخدام الدبوس ده وهنعرفها مع بعض دلوقتي. طبعا هنا ده المانوال اهو، في جاي باللغه الانجليزيه واللغه الصينيه. بعد كده دي اللي هو طبعا حاطط لي هنا 2 استيكر لو انا عايز الزقهم على اي حاجه عندي، وهنا ديت اللي هي الشهاده بتاعت الضمان. تعالوا بقى مع بعض ان ايه نفتح الاجهزه ديت ونشوف هي بيتم عمليه الاقتران ازاي، وبوصلها بالهاتف ازاي، والطريقه بتاعتها بتتم ازاي. طبعا لو انا دلوقتي هوصل الريسيفر على الجوال، فزي ما قلت ان انا الجزء اللي هو مكتوب عليه سمارت فون ده اللزقه دي هي الناحيه او الاتجاه اللي هيتوصل بيه الهاتف. اهو وصلت بالهاتف، وهبدا اعمل ايه دلوقتي؟ هبدا ان انا اشغل ايه، اشغل الريسيفر واشغل الترانسميتر الاثنين اهو. ده كده المفروض ان هو اشتغل تمام، وشغلت الترانسميتر اهو. اول حاجه هنا في اللي هو هلاقي هنا على الريسيفر، الريسيفر هنا في فتحه مكتوب فوقها بير يعني اقتران، ففي المانوال كاتب ان انا اول حاجه بضغط على الفتحه دي بالمشبك، بضغط عليها كويس لحد ما يحصل التكه ان انا ضغطت على الزرار، وبضغط على الزرار بتاع اللي هو الظاهر هنا اللي هو البلس والماينس، دول طبعا بيتحكموا في حساسيه الجهاز ده للصوت اللي هو حساسيه الترانسميتر للصوت المحيط، فمن هنا بعلي الحساسيه ومن هنا بقلل الحساسيه. لكن عند الاقتران هبدا ان انا اعمل ايه؟ هضغط كده على الجزء ده، ضغط اهوت بدات اللمبه الزرقاء تقيد وتطفي اهو، هبدا اضغط على الاثنين دول مع بعض لمده 10 ثواني. ايه اللي بيحصل؟ قال لي هتلاقي ان دي عماله بتقيد وتطفي سريع، ساعه ما تلاقي اللون ثبت ان هي بقت سوليد خلاص كده الاقتران تم، وهلاقي هنا ان اللون الازرق ده هلاقي فيه جزء كده بيبدا يعمل ايه؟ يقيد خفيف كده ويطفي، مش عارف هيكون ظاهر في الكاميرا ولا لا، كل نص ثانيه تقريبا او كل ثانيه بيقيد كده ويروح طافي على طول. كده تمت عمليه الاقتران، هرفع ايدي من على الزراير وكده تمت عمليه الاقتران. طبعا المفروض ان انا اعمل كده في الاثنين ترانسميتر، دي اول مره للاستعمال، بعد كده مجرد ما بشغلهم بيتم الاقتران مباشره. طبعا علشان ما يحصلش معايا مشكله هتاكد ان انا ضغطت على الزرار ده ورفعت الحساسيه بتاع الصوت، حساسيته للصوت، علشان طبعا لو انا مش واخد بالي هو انا مفيش مؤشر هنا بيظهر درجه الحساسيه، فطبعا ممكن اكون منزله خالص وابدا ان انا اسجل الاقي الصوت ضعيف جدا والجوده بتاعته قليله. طبعا هنا هنلاقي هنا المخرج ده اللي هو بتاع الشحن، مخرج اللي هو تايب سي، وهنا الجزء اللي انا بوصل عليه الميكروفون. طبعا هنا ده بيدعم اي جهاز بيسجل صوت، اي حاجه بتسجل صوت المايك ده او الميكروفون ده بيدعمها. طيب بعد كده المفروض ان انا خلاص الاثنين شبكوا مع بعض، فببدا ان انا اوصل ده اشبكه على القميص او على التيشيرت، او اني اوصل الميكروفون من هنا، وطبعا ابدا ان انا اسجل الصوت بتاعي. هنا هنلاقي هنا ان دي السماعه او الاتجاه اللي بيدخل منه الصوت للميكروفون، فلو انا حابب بقى ان انا اعزل ممكن ابحط على الجزء ده اسفنجه واشتغل بيه عادي خالص مفيش اي مشكله. كده احنا عرفنا ازاي بنعمل اقتران للريسيفر مع الترانسميتر، وازاي بنوصل على الهاتف. طبعا الوصله الثانيه دي زي ما قلنا بتاع الكاميرا. كده يا جماعه انا وصلت الميكروفون بالهاتف اللي انا بصور بيه او التليفون اللي انا بصور بيه، زي ما انتم شايفين الترانسميتر راكب على التيشيرت، وموصل الريسيفر بالجوال او التليفون اللي انا بصور بيه، واكيد ملاحظين فرق الجوده بتاع الصوت. تعالوا مع بعض نشوف لما نوصل المايك اللي هو اللافلير بجهاز الترانسميتر ونشوف برضه جودة الصوت والفرق بتاع الجودة هيكون عامل ازاي. طبعا دي حاجة شيك كده وسيمبل وانت بتصور، واكيد ملاحظين فرق الجودة بتاع الصوت. بكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، يا رب يعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب في القناة علشان توصلكم باقي الفيديوهات. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.